كده ليه؟ سلام عليكم. انت رايح فين يا راجل انت؟ مش ده بيت ابويا لحد عظمه؟ ايوه. طب اوعى من خلقات بقى. انت مين يا ولد؟ انا؟ انا حدوق ابو دوم ابن بيوم الجعير. قلت مين يا اخويا؟ الله ما تفتح مخك معايا، بقول لك حدوق ابو دوم ابن بيوم الجعير. وعايز ايه؟ انا عايز ابويا لحد عظمه، ابو حد عظمه، ابو حد عظمه، اوعى ولا من خلقتي. ابو حد عظمه. فين يا جدع انت؟ ابويا لحد عظمه. ابويا لحد عظمه. انت يا جدع انت؟ ما قلت لك المعلم مش هنا. معلم مش ده بيت المعلم ابوها الحاج عظمه؟ ما قلنا لك ايوه، بس المعلم مش موجود. يا نهار اسود، مش موجود؟ مات الحاج عظمه. يا راجل ما تفولش على الراجل، طف من بقك. المعلم في الدكان، اتفضل روح له بقى يا ختيش. الله الله الله، كده بنت الناس يعني عظم كده؟ ادي كانت طياره الفراخ، يلا ربت الخبطه في نفوخ. يلا لمهم معايا دم الفراخ. انتوا بتعملوا ايه؟ بنقفش في الفراخ. اصحنا لا مؤاخذة، انا كنت معايا قفص فراخ، فالقفص وقع، طارت الفراخ طرنا نجيبها. مين ده يا غندورة؟ معرفش يا اخويا، معرفش. مش عارفة؟ امال كده تحت السرير بتعملوا ايه؟ الله ما قلت لك بنقفش في الفراخ، اما انت مالكش حق صحيح، مش احنا كنا بنقفش في الفراخ؟ بنقفش في الفراخ؟ دين اللي حقفش روحكم. انت بقى ابويا المعلم عظمة، ازيك ابويا؟ وحشنا قوي ابويا، سلامات ابويا. ابوك مين يا قال؟ الله، انت، انت ابويا. انا ابوك؟ ابوك من امتى يا قال؟ من يوم ما قبيت على وش الدنيا، وامي تقول لي لما الدنيا تقفل في وش امك روح لابوك المعلم عظمه. امك مين يا اما انت مالكش حق، ما تعرفش امي، امي مسروحه. مسروحه من ايه يا انت مش فاهم؟ انا امي اسمها مسروحه، بس انا ما عرفتش واحده في حياتي اسمها مسروحه. انت بتلعب بديلك يا معلم؟ يا خرابي يا خرابي يا خرابي. الولاد جننت. مش كفايه يا اخويا قبلك على دره؟ لا وايه؟ يطلع لي في الاخر واحد شحت يقول لك يابا. ده بيتبلى عليا يا غندوره. يعني ايه بتبلى عليك يابا؟ تنكر انك انت من كفر المعز؟ ما انكرش. طب حلو، تنكر انك انت من عيله الحمار؟ ما انكرش. ما عيله الحمار من اسبع عيله الجعر. حمار ايه وجعر ايه ومعيز ايه؟ ما تفهمني ادي حكايتك. مش واخد بالك انت؟ ما انا اصلا بقى حدوق ابو دومه ابن بيوم الجعير. ابوس ايدك ابو عظمه، تشوف لي شغلانه كل ما انا عايش. ده انا واقع، ده انا ميح، ده انا بعت على امي مسروعه عشان اجيب لك الكام فرخه دول. ايه البلاوي اللي بتتحدف عليا بالسامه دي؟ انا طبعا في شغلانه اكون فيها خدامك. ما تشغله هنا يا معلم، اهو ينفع يقضي لي حاجتي. ايوه حلو ده، شغلني هنا يا معلم، اهو ينفع ابقى اضل حضرتك. هنا؟ هنا فين يا؟ طب اشتغل اي شغلانه، المهم اكون جنبك. انت بتفهم في الجزاره؟ انا افهم في كل حاجه. امال سموني حدقه ليه؟ اي فيها؟ انا اتعورت يا معلم. امال عامل لي حدقه ليه؟ اما انت مش قد الشغلانه، رامي جدتك عليا ليه؟ مش عيب برضه يا معلم تزعق لي كده؟ عيب، عيب عيلة الجعر تقع في بعض يا معلم. اتفضل يا معلم. جبت وقت كل الطلبات؟ وقفت على ايد الفرارج بنفسي لحد ما نظف الحمام، ونقيت الملوخيه عود عود. حلو، اجري بقى طلعها قبل الغندوره وقول لها جهز الغداء. حاضر يا معلم. استنى اضرح فين؟ ما تصحش يا معلم. وايه يا واد اللي ما يصحش؟ ما تصحش برضه الغندوره مراتك تنكشف على واد بغلي وغريب زيادك. طب ما هي طول عمرها بتنكشف عليه. بس انا ما كنتش موجود. النهارده لحمك وضمك موجود، ممكن تستأمنه على بيتك ومراتك. انا هطلع الحاجه ابوها الحاج عظمه. اوعى لا اديك في خلقتك. وايه حكايه الجلع ده يا معلم؟ ماله ده كازلك؟ كل شويه عامل لي حجه وبتنطط فوق عند الغندوره. فتح عينك يا معلم، ده باين عليه وقت حدقه في حقه حقيقي.
صباح الخير يا غندورة. المعلم بعت لك الملوخية والحمام علشان هو هيتسمم بدري النهاردة. عشان ايه؟ لا مؤاخذة هتغدى يعني. الله على فين؟ هدخلهم لك جوه. لا ممنوع، المعلم منبه عليا محدش يهوي بالبيت وهو مش هنا. وانا حد برضه غندورة؟ ده انا من لحم ودمه. وبعدها لك بقى يا حدقة، ما انت عارف طبع المعلم عظمة يا اخي. انت هتقولي لي على المعلم عظمة؟ عليا النعمة يا غندورة، كفر المعيز ما طلعت اتنين زي المعلم عظمة ده. قولي لي بقى غندورة. نعمين يا اخويا. انتوا مستريحين على السرير ده؟ قصدك ايه؟ اسمع يا جدع انت، قولي ايه حكايتك؟ هو انت كل ما تيجي هنا مفيش في مخك غير سيرة السرير السرير السرير؟ ما انا هفهمك، اصل لما اخذ المعلم من الوزن الثقيل بغل كده زي الطور، فانا خاف لاي حركه كده ولا كده ينزل بالسرير يقوم ينكسر على طول. بقول لك ايه، انت مش ناوي تهويني بقى؟ عايز انزل. هتروحي فين؟ عند امي. ولا عندك مانع في دي كمان؟ طب اخش انا جوه ده اقطف لك الملوخيه واحشيلك الحمام لحد ما تيجي من عند امك. مش عايزه، متشكره جدا يا اخي. غور بقى يا باي. هتروحي عند امك يا غندوره؟ ايوه يا اخويا. بالاذن بقى يا سيد المعلمين. على فين؟ يوه، هو انا مش قلت لك اني رايحه ازور امي؟ طب والحمام اللي بعتهولك يا اختي؟ هو يعني هيطير لما اجي ابقى اعمله لك يا سيد الرجال؟ داي ما تتاخريش. عينيا. معلم معلم. ايه يا واد ما تنطق؟ عايز اعمل زي الناس. طب ما الناس في حالها. مش قصدي، عايز اروح المراحيض. طب ومستني ايه؟ مدغور بدل ما تتنيل وانت واقف. ماشي يا سيد الرجاله. غور. بص يا معلم، بص شوف. ابص اشوف ايه يا واد؟ ست الغندوره داخله تسحب على البيت. وايه اللي رجعها؟ ده انت ابو المفهوميه يا معلم. يعني ايه يا واد؟ مش فاهم، فهمني. الواد حدقه دخل البيت وبعد شويه ست الغندوره دخلت وراه. يعني ايه؟ قريبك ودمك يا معلم عينه من الغندوره. يا خبر اسود. وملبسينك الطاسه. ملبسيني الطاسه؟ ناولنا واد البتاع ده. بتاع ايه؟ ولا اقول لك قد انا دراعي ابدع من 100 سطور. انا بقفش في الفراخ. تاني انت دخلت هنا ازاي؟ لا مؤاخذه من الشباك. تبقى حرامي بقى يا لهوي. بط امال يا غندوره ما تفضحناش. بتعملوا ايه عندكم؟ احنا بنلعب استغمايه، ما تيجي تلعب معانا يا عظمه. انا ماليش ذنب يا معلم، انا نسيت كيس فلوسي جيت اخده لقيته هو راقد تحت السرير بالشكل ده. وايه اللي خلاكي ترقدي انت كمان تحت السرير يا سفنه؟ عرف انت يا عظمه لو تروق بالك وتلعب معانا استغمايه. ايه رايك يا
لك بقى انك انت اجدع واحد في كفر المعيز. ايه رايك بقى انك انت اخيب واحد في كفر المعيز؟ المعلم عظمه قافل ليه؟ مباحث التموين جت خدته وشمعت له الدكان وخدته على السجن. ليه؟ تصور الراجل الضراري كان بيبيع لحم القطط على انه لحمك تاني. صدق بالله الناس كلها في الحاره بتناونك، بقى كل الناس بتناونك في الحاره. سوق الباب وخش يا اللي بتخبط. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابني. مين حضرتك؟ ازيك يا حاج؟ الله يسلمك. وازاي صحتك؟ الحمد لله، بس السكر تعبني شويه. لا سلامتك الف سلامه. امال الغندوره عملت ايه مع الراجل البهيم اللي اسمه عظمه؟ قطع وقطعت سيرته. اه ما خد جزاؤه. مباحث التموين كمان قفلت المحل بتاعه. امال هي فين؟ راحت للمحامي عشان ترفع عليه قضيه متعه. شوف الراجل الدون قال ايه؟ بيتهمها انها على علاقه مع واد جربان من بلد اسمه حدوقه. بقى معقول بنتك الشريفه الطاهره الغندوره تبص للواد الجربان اللي اسمه حدوقه ده؟ امال السرير النحاس اللي كان جوه راح فين؟ الغندوره اتشأمت منه باعته. مين اللي اشتراه؟ بتاع الموبيليا اللي في شارع شهاب الدين. ربنا يخليك يا حاجه. يخليك يا ابني. السلام عليكم. يا ابني انت ما قلتليش انت مين؟ انا بتاع الاصلاح الزراعي. سلام عليكم. حدقه؟ ايه اللي هيخرب بيتك زي ما خربت بيتي؟ انت ايه اللي جابك هنا يالا؟ كنت جاي اقفش الفراخ. يا اختي النظافه اللي نزلت عليه مره واحده